كشف مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي أنه تم تسجيل 122 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية. وتبع اليوبي في ندوة صحفية يومه الأحد أن الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغت إلى حدود الساعة 883 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات إلى 58 حالة، وعدد الحالات التي تم التأكد من شفائها التام إلى 56 حالة. وأضاف المسؤول الوزاري أن 4 جهات ما زالت تتصدر قائمة الإصابات، هي جهة الدار البيضاء سطات، تليها جهة الرباط سالة القنيطرة، ثم جهة مراكش أسفيف، جهة فاس مكناس، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل إلى حدود الساعة أي حالة إصابة بكورونا بجهة الدخلة ودنون. يذكر أن نسبة الفتك لفيروس كورونا المستجد ببلادنا وصلت 6.6% حسب تصريح اليوبي.